هروح لتقرير مهم مع نجوم الاهلي السابقين وذكرياتهم بقى مع مباراه الاهلي وزمالك في الناشئين. نروح التقرير ونرجع لحضراتكم سريعا. معظم الماتشات اللي انا كنت فيها يمكن فريق الشباب في النادي الاهلي الحمد لله يمكن بنسبه 80% 90% كسبتها، حتى على مستوى الفريق الاول برضو كنت بلعب في الفريق الاول يمكن مستوى برضو مستوى كبير جدا او عدد مرات كتير قوي الحمد لله كسبتها. فدائما الحمد لله انا محظوظ ضد الزمالك. يعني في سنه من السنين كنت كسبت الزمالك 4-0، ممكن برضو في فترات يمكن زي ما قلت لك لما كان عندي عبد الله فاروق ومؤمن كسبت هنا برضو 2-0، وكان في الشمس نادي الشمس كسبنا 2-0. فالحمد لله نتائج كويسه مع ضد الزمالك، يعني مهما كنت ماسك قطاع الشباب. يعني ماتشات القمه دي دايما دايما هتبقى في الحسبان بطوله خاصه، يعني دي مالهاش علاقه بالدوري، لان بطوله الدوري حاجه واهلي وزمالك حاجه تانية خالص. دايما يعني انت في كل الماتشات ليها حسابات خاصه، في كل الماتشات في كل الفرق في كل الاعمار، لو انت بتلعب خمسه وجول اهلي وزمالك حاجه تانية خالص. فليها رونقها، ليها شعبيتها، ليها جماهيريتها. برغم انك انت واخد على البطوله في 2001، الا ان ماتشات مباراه الزمالك بتبقى مباراه ليها حسابات خاصه زي ما قلت لك وباكد عليها. مباراه كبيره، انت واخد البطوله بفرق كبير، فالنهارده لما تيجي تلعب مباراه زي ديت ومباراه كبيره ومباراه قمه وعندك في ملعبك لا قدر الله في اي ظروف معاكسه بالنسبه لك، انت يعني الدوري بالنسبه لك بتضيع، يعني بينطفي. لكن انت ان انت تتعادل تكسب خلاص، انت بتاكد بقى بطولتك في الدوري وبتاكد كمان صدارتك وانتصارك على منافس قوي هو نادي الزمالك. يعني ابو تريكه هجمه لمصلحه النادي الاهلي، الكرة متصعبة ليه أسامة، وأسامة جول جول جول، مفيش أجمل ولا أحسن من كده. محمد أبو تريكة، محمد أبو تريكة 3-3، والمجهود البدني للاعب النادي الزمالك ابتدى يقل وفي انتشار، وادي توغل، وادي أحمد صديق ممكن يحط أحمد وبيلعب عرضية، وجول جول 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 لمصلحة النادي الأهلي. المارد الأحمر يتقدم لأول مرة في هذا اللقاء، وأسامة حسني اللاعب البديل يدرك التعادل للنادي الأهلي ويحدث الصدمة والمفاجأة والرعب في استاد القاهرة ويشعل السعادة في المدرجات. لا يمكن أنا في الفريق أول مباراة القمة أنا ما لعبتش، أنا كنت احتياطي، لكن طبعا لعبت مباريات كتير جدا في من براعم لغايه الناشئين. كان انا موجود من 13 سنه لعبنا مسابقات في النادي الاهلي لغايه 21 سنه، فمريت بتجارب دي كده ماتشات اهلي وزمالك. لا ليها طابع معين، يمكن انا في منتخب 19 سنه اتذكر كان رحمه الله عليه كابتن طه بيصري، كان هو اللي ماسك المنتخب، كان بيناقل منتخب مصر، فكنا بنلعب نادي الزمالك في الزمالك. كان ساعتها طبعا مجموعه كبيره جدا اللي كانت موجوده، يمكن مصطفى ابراهيم وخالد غندور وحازم سمير ومجموعه كبيره كانت متواجده، واحنا كانت نفس جيلنا كنا بنلعب معاها. يمكن الماتش ده خلص 0-0، يمكن ده من احسن الماتشات اللي انا يمكن عملتها. يمكن احنا كنادي اهلي واكيد طبعا نادي الزمالك في الماتشات اللي بتبقى في الاستاد كنا بنروح من صغرنا نقف ورا الملاعب ورا حراس المرمى، ويمكن كمان احنا ربنا كان كريم ان احنا بنلعب قبل الماتش، يمكن احنا خدنا الصدمه ان احنا ما بنخافش من الجماهير، ويمكن دي اهم حاجه، اهم سمه لازم تبقى موجوده في لعيب الكوره ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه وهو بيلعب في النادي الاهلي طبعا قيمه كبيره. وبتمنى طبعا التوفيق لاي حد يلعب مباراه قمه ان شاء الله.